مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا رسم جدارية رائعة وجميلة من طرف ابناء المدينة القديمة للداهية وليد الركراكي، جدارية رائعة صراحة، تكريما للمدرب العاشق للمنتخب الوطني اللي خلانا اننا نفرحوا بهذا الانجاز اللي قدمه وليد الركراكي وكذلك اسطوره الاطلس. يعني جداريه صراحه رائعه وجداريه عالميه، يعني تحيه كبيره لهذا الرسام اللي هو معروف بالرسومات ديالو هنا بمدينه الدار البيضاء، كيرسم جداريات رائعه. كنتمنوا ان هذه الصوره صراحه توصل كيف قلت لكم، كنتمنى ان الجداريه توصل للمدرب وليد الركراكي. تحية كبيرة لهاد أبناء الحي اللي فكروا في هذا الرسم الرائع للعديد من الناس عفوا العديد من الناس كيجيو ياخذوا صور تذكارية مع هذا الرسم اللي كاينه في المدينة القديمة، اللي الكل ولا كيعشق هذا المدرب الداهية اللي عطى المغاربة واحد الأمال. نشوفوا يعني الجرافيك الرائع والجميل، يعني بشعار ديروا النية اللي حتى الأطفال ولاو كي تيقولوا هاد الكلمة هادي ديال ديروا النية لوليد الركراكي.